30 شابات وشباب المغرب من السبا. في إطار برنامجها نظمت أكاديمية تمكين الدرس الافتتاحي بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، الدرس الذي ألقاه السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العمومي، حيث عرف السيد الوزير الفساد في الكثير من تجلياته انطلاقا من الفساد الأخلاقي والمجتمعي والفساد الذي يعرفه المرفق العمومي والدور التكميلي الذي لعبه والذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في تخليق المرفق العمومي. إذن كانت مناسبة طيبة وشيقة هذا المساء مع المشاركين في الدورة الأولى لأكاديمية تمكين اللي هي مبادرة فيها الكثير من الابتكار والأمل والاستشراف، واللي بادرت لها عدد من الجمعيات الشبابية. كانت مناسبة للحديث في إطار هذا الدرس الافتتاحي لهذه الدورة حول دور المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العمومي، و ذكرنا استحضرنا السياق العام على الصعيد الدولي على اعتبار ان كاين جهد وطني في هذا الاتجاه ديال تخليق المرفق العمومي، وان المجتمع المدني يتعين عليه ان يلعب دورا تكميليا من خلال شراكات مع السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه لتعزيز قيم النزاهه في الاداره العموميه وفي المرفق العمومي ببلادنا. وعرفت الجلسة الافتتاحية نقاشا جادا بين الشباب المشارك في الأكاديمية والسيد الوزير، أبان من خلاله المتدربون عن وعيهم وإدراكهم للواقع الذي تعرفه المرافق العمومية، وطرحهم لمجموعة من الأفكار والاقتراحات التي يرونها ستساهم في تخليق هذه المرافق. هم اختارين أننا نجيو لجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار واحد الدرس الافتتاحي. اللقاء اليوم كان لقاء مثمر، لقاء مفيد على مستوى الشكل على مستوى المضمون. حاولنا من خلاله نتفاعلوا مع أهم المعطيات والمستجدات اللي قدمها الوزير، على اعتبار أنه قدمنا عرض في إطار علاقة المجتمع المدني بتقييم السياسات العمومية والنزاهة التي ينبغي أن يمارسها الموظف داخل الإدارة العمومية. وجدير بالذكر أن أكاديمية تمكين هو برنامج شبابي يطمح إلى تدعيم الديمقراطية من خلال المساهمة في بناء جيل قيادي من الشباب الواعد والمستعد مسبقا لمواكبة التحول الديمقراطي، وتهدف إلى تمكين الشباب ومنظماتهم المدنية من آليات وميكانيزمات المساهمة والمشاركة في تتبع وتقييم أوراش الإصلاح بالمغرب. اليوم كان عندنا أهم حدث هو افتتاح أكاديمية تمكين الفترة الممتدة بين 18 28 غشت. أكاديمية التمكين اللي كتضم عدد من الشباب، والهدف هو بناء قيادات شبابية قادرة على اتخاذ القرار وعلى المشاركة وكذلك الحوار وأن تكون عندها يعني واحد مشاركة فاعلة. وتمتد فعاليات أكاديمية تمكين ما بين 18 و28 من غشت 2017، وستعرف تنظيم ورشات حول تنمية الكفاءات ومناقشة مواضيع ذات الصلة بتدبير الشأن العام والمحلي وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشباب المغربي والإفريقي تحت شعار الشباب المغربي وإفريقيا جسور المستقبل.